هذا الرجال طول الله عماركم على قد الكلام ذا من حوالي 35 سنة أو 40 سنة على قد حاله وما لقى وظيفة إلا سواق في إحدى الدوائر الحكومية. طبعا راتب السواق شوي ضعيف مو ذاك الدرجة يعني، والرجل طموح عنده وده بدخل، فقام وجمع من رواتبه وجمع اللي عنده وما أدري باقي ما أدري منه وشراي الدراهم وشرى فيها قلابي. صار إيش يشتغل على هالقلابي في الويكند وفي المساء، لكن الشغل الكلام ترى شغل النقليات عادي يعني، في العادة يكون الصباح بدري، تعرفون اللي عامرون وكذا يبون البطحة والرمل وهذه الصبح بدري عشان يشتغلوا العمال. وفي الحديث بوريك لأمتي في بكوريا، فالصبح سبحان الله عظيم بركة. فالرجل وش يسوي ذبان، يقوم من تالي الليل، يطلع الرجال من تالي الليل قبل الفجر ويمديه ياخذ له ردين ثلاثة قبل ما يصبحوا الناس ينتشرون تبدأ الزحمة يروح عاد دوامه. لكن ماش طماع شوي، أحيانا يصير فيه زيادة شغل على القلابي هذا اللي يحمل الرمل والبطحة وهذه ويقلب. ترى يختلف عاد مسماها أهل الشرقية خبرهم يسمونه نتسال، والله ما أدري حنا في الرياض نسميه قلابي. الحاصل المهم طب الله أعماركم إنه ياخذ له ردين ثلاثة منه أحيانا يصير الشغل حامي، تحمس لأن كل رد بفلوس ودخل فلوس وراتب الوظيفة ذا مهبع، تأخر شوي ها يوم إنه يروح نصف الدوام ويوم من أول ساعتين ويزعل مديره وهاوشه ويا ابن حلال وفيك يا ما يخطيك يا اللي ما في فايدة، عطوه حاتوه انذار لفظي كذا مرة هاوش وقال والله يا رب أنا تعب ودور فضل الله وأنا ناشب الموتر بالذات إذا صار محمل وموتر كبير يلا يمشي وتبدأ الزحمات فالممشى على الهون غصب علي تأخر ما هو بشيء. قالوا أنت موظف يا لفيك ونستلمه ذاك المدير صار عظم في حلقه، أنت موظف حنا ما لنا دخل في قلابيك. يا أخوي أنا وراي عائلة وراي أمور وراي أهل وأسرة كبيرة وأنا ما يكفيني راتبكم بالعربي، قدر ظروفي. ماش خربت المسألة، طال الجدال وكل يوم آخر شيء يعني خلاص قام يوجه له خطابات وش يسمونها زي لفت النظر زي الانذار، اي انذار انذارات خطية انه ترى لو ما انضبط ترى بنرفع فيك للوزارة وتراهم بيفصلونك وتراهم ينضبط له اسبوع خمسة ايام ماش دراهم زينة اما شل جاه رزق اما سحب ولا نص الدوام سلام هذه طالت السالفة. يوم جا ذاك اليوم راجع يوم جاي داوم الضعيف على نياته ومتسني يشوف غبره وحالته حاله عقب المكدة هالقلابي، يوم جاء قال وين لعتد هو سواك قال هات المفتاح قال طيب هذا المفتاح مع السيارة تبع الوزارة، قال راجع شون الموظفين شو العلم، قال العلم اللي ما ياخذ العلم يقعد حنا قلنا لك، راح راجع ما يدري قال انت فلان قالي قال وقع سلمت المفتاح قال لي ما في عهدة ولا المفتاح بس قال خلاص وقع وش الموضوع قال تفضل هنها وجراءات السم طيق قيد أفا مرة قال مديرك ما قصر معك قال الله يجعل في الأمر خيره جعل فلا أت ما يدري وش الخير فيه الرأس ما لها سواق ما نبي يعني ما هو ذاك اللي يتحسن وعنده مصدر رزق ثاني الحمد لله. المهم ما كره ولا حبه أساسا معطلته هالوظيفة عن شغله. طبعا احنا ما ندعو ان الواحد يفرط في وظيفته يترك رزقه ورزق عياله على شيء مجهول، لكن الفرق هنا ان الرجال عنده مصدر رزق ثاني وقد يكون اكثر من راتب الوظيفه باضعف، لكن الوظيفه عطلته عن رزقه. فقال هذا المغيره التفت على القلابي وصار ايش رزقه على لفهم على هالدركسون. عاد الشغل عاد مو من اول عاد خلاص يمسك سير يحمل وينزل في محل فلاني ويشتغل كل يومه من قبل الفجر لين ما عاد يقدر يسوق يرجع يطيح ينوم على ذا الشغل. وحصل فلوس الرجال ما عاد فيه سالفه دوام خلاص وقتي هالموتر. والله يجمع رجال مضبوط ويجمع فلوس ويصرف بالمعقول لكن يدخر شيء في راسه شيء بسيط. راح له يجي سنتين ثلاث أما يتردد يشيل مثلا من الكسارة الفلانية وينزل عند مصنع
يشيل من البطحة الفلانية في الشعيب الفلاني فيها معدات وينزل عند مصنع البلك ودخلوا مع الناس ولا هم يحملون قد يسولف هو مدير المشروع منك وياخذ علوم ها يعني ذيبان ياخذ العلوم يوم ناظر فكر ولا جامع له مبلغ لا والله معمل البلك ما يكلف شيء واجد يعني مو ذاك التكلفة اللي عالية يعني اسمه معمل مو مصنع كل ثلاث مكاين على بال ما وسمنت وبطحة وينتج لك بلك معمل كم تكلفتك كذا 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 درس الموضوع قال أنا وراه محط لي معمل بلك وفعلا فعلا والله راح ذيك الأرض بعيدة ما حول أحد تول أمور وحط له مصنع بلك ومعمل بلك صار ينزل عندها بالقلابي هو بطحة واشتري سمنت على حسابه وعمال يشتغلون عليها المهم ينتج بلك وصار يبيع في السوق والله ما شاء الله ليه صار القلابي يدخل فلوس والمعمل يدخل فلوس حط معمل ثاني له والله هو مضبطت معه والسوق يطلب تعرفون قبل 35 سنة يعني كان فيه نهضة قوية ولا الحمد فضل الله ثم فضل حكومتنا يعني كان البنك العقاري يعطي بقوة وكانت يعني الناس فيه يعني زي ما تقولون نهضة في البلد يوم ذاك يقول نهضة حلوة في بلدنا والحكومة شجعتنا والبنك العقاري يعني ضخ المواطنين قدم وتاخذ على طول سريع سريع ما علينا فالطلب على البلك قوي الرجل صار عنده فلوس الآن أكثر من مصدر دخل قام وحط له كسارة تكلف شوي لكنها تبي محل بعيد لكن تنتج بطحة وتنتج يسمونه بحص وتنتج أشياء كثيرة أبد يقطع منها الجبال ويدق الحصى وتصير يعني مواد للبناء حلوة المهم وشلة تشيل حتى طور صار أخوياه اللي كدوا معه يشتغلون معه ويشتغلون وهم من فضل الله عليه الرزاق سبحانه هما حط كسارة وحط معملين بلك وتوسعت تجارته توسعت مصادر الدخل ويامر الله سبحانه وتعالى الرزاق العليم له بالرزق قال الرزق تشدد جيتك وينكب عليه وسبحان الله كل ما جت فلوس تفتحت لها ابواب رزق الين حط مصنع منه وحط معمل وحط مدري وشو منه وحط وشرى راضي في ذا وقطع المهم خير من الله اللي انعم عليه اللي امره بين الكاف والنون سبحان الله العظيم ما تدري وش يسوي بالخير نعم وتراه من الرجال المذكورين بخير إلى الآن موجود ونعم والله وكفو ويفعل الخير وجودي وبن حاس مع به والله والله ما أعرف لكنه معروف يعني وش اللي صار الرجل الآن يملك ما شاء الله تبارك الله مصانع وعنده مزارع وعنده حلال وعقار ورزاق وما شاء الله أسأل الله أن يبارك لنا وله وللسامعين إن شاء الله ويرزقنا وياكم واسع فضل ما شاء الله لا قوة إلا بالله راحت الدنيا عقب تقريبا 25 سنة 30 سنة في هالحدود الدنيا ما هي كبيرة اجتمع هو ومديره اللي في صلاة فحد المناسبات أو عزيمة وكذا أي ناظر فيه الرجال هو هذا صاحبنا في السالفة عرف المدير ويروح يسلم عليه هلا أبو فلان يلا حيا وشلونك عساك طيب قال بخير قال قلامي الله يرحم والديك عن النار ويجزاك خير ويفرج لك ويرزقك من واسع فضله كلامي جزاك الله خير بس وانا اخوك انا ما اعرفك ولا اللي معروف اي كلف ما تعرفني يا اخوي انا فلان ابن فلان السواق اللي كنت عندكم انت اللي اهلا فلان الله المستعان يا اخوي حللني وبحني تراي والله اني حاولت فيك لكن والله اني مأنبني ضدك لا الله يجزاك خير الله يباري عيدها منفصلة يا أخوي أنا لوك ما فصلتني مستر علي إن كان ما عرفت أشتغل إن كان ما طلعت لكن أنت دفيتني دف الرزقي سبحان الله العظيم لوكم خليني إنسان الحين راتبي لا الحين إنسان متقاعد وراتبي الحين زاد على اللي أنا خابره 1300-1500 ريال لكن أبشرك من فضل الله من طردتني وأقالوني من العمل يعني فصلوني والله العظيم من الرزق ما أدري وش أسوي به من كثرة يا ربي لك الحمد فأنت الله أمرك توديني الرزقي فحنا نجيبها من باب إيش الواحد لما نتعثر في مشروع في وظيفة في دراسة لا يصير خان حظي أنا ضيقت بالدنيا أنا حظي الأسود
بالعكس خل ثقتك في الله قوية وإيمانك بالله قوي، واعرف أن الله اختار لك الشيء هذا خيرة لك، لأنك أنت ما تعلم الغيب والله اللي يعلم الغيب. الله رحيم بعباده ولطيف ورزاق، يمكن تسكر هالباب ترى ما صك في وجهك باب الجنة. الله منع عنك هالشيء هذا عشان تروح وتسعى لشيء ثاني، لكن تسعى تسعى لازم تسعى تبتغي من فضل الله. نحث على فعل السبب في الرزق، ما هو بعيب ابدا. اي مجال اشتغل، روح ما تدري تسكر هذا بكيفه، ما الله اراد لك فيه نصيب ايا كان، دراسه، زواج، رزق معين، وظيفه، اللي هي اتركه خلاص. الله اراد لك انك تمتنع عنه وتروح شغل ثاني، ترى الله بيرزقك برك منه ان شاء الله، ويوسع الله في رزقك. الله يحفظكم ويرعاكم.